احفظوا كده الجملة دي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فيجي يقول لي أنا عملت المشروع وفشل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنا الناس بيتنمروا عليا وأنا مش عارف في شغلي وبعمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فيجي واحد يقول لي طب ده أنا يعني كل ما أعمل، أنا ماليش دعوة بقى بالناس، بس أنا بفشل، أنا ما بنجحش، بس بشتغل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وعد من ربنا إنه مفيش بني آدم ليه أي حاجة في اللي أنتوا شايفينها دي إلا ما سعى. مالكش دعوة بأي حاجة، مالكش دعوة بأي حد، مالكش دعوة بأي شيء بيرجع. وأن ليس، حط الكلمة دي في قلبك، وأن ليس، وقس على كل شيء، اسعى على كل شيء في حياتك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. دخلت في علاقة، عملت اللي عليك، باظت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. درست حاجة وبدأت تشتغل، لقيت مش عارف تشتغل، مجال العمل مش عارف، الدنيا بايظة، فشلت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وعد من ربنا إنك ملكش دعوة بالنتيجة، ملكش أي دعوة بالنتيجة، وما تبنيش اللي انت بتسعى فيه على اني هوصل، ملكش دعوة. وان ليس للانسان الا ما سعى، ملكش، انت ملكش في هذه الدنيا الا حاجة واحدة بس، سعيك، ملكش اي شيء. ده وعد من ربنا على فكرة، بانه لم يضيع نقطة عرق واحدة من واحد